Good morning, girls. How are you? Today is Wednesday, the 13th of January. Today we are going to read page 34. أخذناها طبعاً إحنا، ولكن بدنا نرجع نرجعها ونفهم معنيها منيح منيح منيح. اليوم الولد هذا رايح بده يشتري بيتزا، فهون اللي هو الولد وهون البائع بيحكي one pizza and one banana milkshake please. بده بيتزا واحدة وبده milkshake كوكتيل بالموز. We haven't got much food now. فيش عنا، ما ضلش عنا أكل. Sorry, it's late. الوقت متأخر. أسف. Have you got tomatoes؟ عندك بندورة؟ No, sorry, ما في عندي. We haven't got tomatoes now. ما في عندنا، خلصت البندورة. Have you got chicken؟ عندك دجاج؟ Or what about olives؟ عندك زيتون؟ No, we haven't got chicken. ما في عندنا دجاج. And we haven't got olives. ولا زيتون. You're too late. انت متأخر. Oh no. And my milkshake. طب شو بدي اسوي في الكوكتيل؟ Have you got bananas? Yes, we've got lots of bananas. عندنا كتير موز. فهو فكر، شوف شو قال. Oh good. نعمل one banana milkshake. عمل لي عصير كوكتيل بالموز. And one banana pizza please. وصنيت بيتزا بالموز. صار يسأله a banana pizza. بيتزا بالموز. Are you sure؟ هل أنت متأكد؟ هاي الكلمة ما بنقرأها سور، أوعو. هادي بتنقرأ شور، شور. تأكدوا وتذكروا منها. حطي فوق الاس اش عشان لما تدرسيها تعرف إنه شور. Yes please. أخذ البيتزا وراح لأصحابه. Look، شوفوا. I've got a banana pizza. جبت لكم بيتزا بالموز. It's my new favorite. إنها من أفضل أنواع البيتزا. طبعا هو كله كذب، بس عشان نوع إيش ما لقى شيء تاني حط غير البيتزا. خلينا نسمعها من اليوتيوب ونشوف كيف بيقرأها. اسمعيها. Listen and read. Yeah. One pizza and one banana milkshake, please. We haven't got much food now. Sorry, it's late. Have you got tomatoes? No, sorry. We haven't got tomatoes now. Have you got chicken or what about olives? No, we haven't got chicken and we haven't got olives. You're too late. Oh, no. And my milkshake? Have you got bananas? Yes, we've got lots of bananas. Oh, good. One banana milkshake and one banana pizza, please. A banana pizza? Are you sure? Yes, please. Look. I've got a banana pizza. It's my new favorite. بدعكوا عليه. تعال نشوف صفحة 35. راح يشتري أغراض، يشوف إذا موجود عند الدكان جي ولا لا. يا. I like fruit. بحب الفواكه. Let's buy fruit. راح يشتري فواكه. Have you got apples? عندك تفاح؟ قلت لها اه عندنا. Yes. Two. And have you got bananas? هل في عندك موز؟ Sorry, we haven't got any bananas. No, no. Three. Okay. فيش عنده موز. What about grapes? عندك عنب؟ No, we haven't got any فيش grapes. عنا عنب. Four. But we have got pears. لكن عندنا نجاص. Okay.
two pears, please. بدي انجستين. Five. And we've got figs. في عنا تين. Yes, we do. Two, please. وبدو كمان حبتين تين وحبتين انجاص. Six. Have you got oranges? Sorry, no, we haven't. ما في عندهم بردان. Here's your fruit. Thank you. شكرا إليك. يعطيك العافية. طيب. خلينا نشوف الأجوبة تبعتها. طلبت منها تفاح. Do you have you got apples? قالت لها yes. Have you got bananas? اكتبوا no. Have you got grapes? No. عنب. Have you got pears? Yes. What about figs? Yes, we have. Have you got oranges? No, we haven't got oranges. Is an no, yes, no, yes, no, yes. عكس بعض. هاي هون بدك تسوي سويناها في الصف. Have you got apples? Yes, we have. Have you got تختاري أي إشي من هون. مثلا pears, apples. شو هاي دي؟ ليمون, lemon. توماتوز يعني فيجز أظن هذا فيجز مش واضح كتير طيب وبتجاوبي خلينا نشوف هون بدنا نشوف كيف نستخدم علامات الترقيم اللي هي الفاصلة والنقطة وعلامة السؤال has he got an apple هون طبعا سؤال علامة سؤال she's got an orange هون full stop نقطة مش علامة سؤال we like fruit نقطة do you like figs هون سؤال نحط علامة سؤال question mark can you ride a bike question mark I can't ride a horse ما بقدر أركب حصان full stop هذا سهل كتير طبعا حلنا مو بعضينا بس بدي إياكم يا حلوات تدربوا لي على هذا قراءة الدرس عشان نسمعه في الصف بس ما تسجلوا فيديوهات ان شاء الله بس نرجع الاسبوع الورا نشوف كيف ده يصير معنا بسمع لكم اياه في الصف احسن لنا خلينا نفتح هلا على الورك بوك وصلنا اخر صفحتين خلينا نخلصهم تبعوني الدرس هذا حليناه امبارح اللي مش حلت حلو اللي حلت خلص هيون مش حلينهم هذا بتذكر انا كيت عنا شايفينها كيت شايفين هذا الولد سايمون كل واحد فيهم معاه لانش بوكس حاطت فيه أكلاته هنشوف شو كل واحد جايب ياب كيت let's look in our lunch boxes خلينا نشوف اللانش بوكس تبعنا ايش فيه سايمون بقول that's a good idea فكرة ممتازة يلا كيت have you got a sandwich معك ساندويتش بقول لها سايمون yes I have I've got an egg sandwich معي ساندويشة بيض شايفينه البيض شايفينه هاي بيض مسلوق هاي طالع هاي شايفينه have you got chicken mac دجاج no I haven't ما معي but I've got a salad ولكن معي سلطة شايفين هاي السلطة سلد and I've got a biscuit معي بسكوت ماما عطتني اياها and you انت شو في معك I've got a cheese and tomato sandwich معي خبزة وجبنة وعليها بندورة ساندويشة but I haven't got a salad ما معي سلطة I haven't got a biscuit ولا معي بسكوت but I've got a yogurt شو يعني يوغورت لبن عندي معاي كاسة لبن هيا شايفتيها هاي اللبن إذن هاي معاها ساندويش جبنة وعليه بندورة وكاسة لبن وهذا عنده ساندويش بيض وسلطة وبسكوتة هلا بدك تحطي صح أم خطأ بسكت من عنده بسكت سايمون ولا كيت سايمون من عنده إيج ساندويتش سايمون من عنده سلاد سايمون من عنده تشيكين ولا حدا لا هو ولا هي
من عنده cheese and tomatoes Kate من عنده yogurt Kate شفتوا Simon عنده biscuit و egg sandwich و salad التنين فيش معهم chicken بس Kate عندها cheese and tomato sandwich وعندها yogurt okay حطوا صح صح خطأ خطأ صح صح Kate has got a biscuit. خطأ مش Kate. Simon. طيب number two. Kate hasn't got a biscuit. معهاش بسكوت. True. ما معها. Simon hasn't got salad. خطأ. Simon معاه. Kate has got a salad. خطأ. لأنه هي ما معها سلطة. Simon has got an egg sandwich. خطأ. مش إله الساندويتش. إيك ساندويتش. يس يس يس. ترو. معاه ساندويتش بيض صح. كيت has got a yogurt. ترو. إذن. فولس. فولس. ترو. الجهة الثانية. ترو. فولس. ترو. فولس. فولس. ترو. ترو. فولس. ترو. هون. بدنا نحط برضو النقطة والفول ستوب حسب السؤال. Can you skateboard؟ علامة سؤال. طيب. I've got نكتبها وبعدين بنحط إيش؟ I've got an apple. هاي مش علامة سؤال. فول ستوب. Have you got A sandwich. علامة question mark. علامة سؤال. No, I haven't. هون. Full stop. No, I haven't. Full stop. Do you like yogurt? بتحبوا اللبن؟ هذا سؤال. Do you like yogurt? Question mark. Has he got a pizza? في معه pizza? Question mark. إذن الأولى question mark. الثانية full stop. الثالثة question mark. الرابعة full stop. خمسة question mark. والسادسة question mark. Circle the food you have got. هلا بدك تشوفي إيش في معك ساندويتش. طبعا إحنا لا مش في المدرسة. وتقولي ايش في معك هل احنا بنجيب سلطة في بعض البنات بيجيبوا بتحطوا دائره عليها فرايز بطاطا ما حدش بيجيب بيتزا يمكن ميلك شيك يمكن تشيز اغلبيتنا بنجيب تشيز انا بحط دائره انا بحط كتير تشيز ساندويتش انا ساندويتشات معنا يوغورت لا بسكت مرات بكون معي اورنج لا ابل مره بجيبت بير ما معي بنانا مرات في بنات بجيبوا بنانا تشيكن ما فيش حدا بجيب تشيكن هلا هون بدك ترسمي اللانش بوكس تبعك وتحطي فيه أشيائك وتكتبي شو في معك I've got a pizza in my lunch box I've got تكتبي الأشياء اللي أنت معك مثلا قلنا a cheese sandwich معي أنا قلت إنه ما أجيب ساندويتش I've got A biscuit. I've got an apple. طبعا apple بنحط لها an اوعى تنسوا. وبنحط في الاخر full stop. I haven't got a pizza. I haven't got a yogurt. I haven't got ما معي got chicken I haven't got شو كمان فيش عندي fries a chicken هون fries
الجمع طبعا ما بنحط له ايه، ولكن المفرد بنحط لها ايه. ماشي، هذا هو. وبترسم هون اللانش بوكس تبعك. وبهيك بنكون خلصنا الدرس. طبعا احنا كنا حلين كله ما عدا هدول الصفحتين، كنا هون واصلين، هاي خلصناه عشان نبدا درسنا الجديد. خلصوه كله وحلوه، ما في داعي تبعتوا لي انكم حلتوه. ولكن اذا بوصل بيجي على الصف وبلاقيكم مش حلين، راح تروحي على الإدارة، لازم تكوني انتي حالة، أنا ساعتها بصلح لك. أوكي، ما توصلوا على الصف وانتو مش حالين زي كيف ما عملتوا الفصل الأول، بدي الكتاب كله يبقى محلول. يلا بتحلوا لحديت 35، ويعطيكم ألف عافية، وتدربوا على القراءة تبعت الولد اللي بيشتري البيتزا، تدربوا عليها بس ما تسمعوا، على ما تسجلوش فيديو، لا تسمع لكم في الصف بس تدربوا عليه. يلا جود باي، يعطيكم العافية.